اوعي يا بت. شيمي يا شيمي، في ايه يا اسف واخد في وشك وزعق كده ليه؟ فين جوزك اللي عامل لي فيها بلطجه وبيحرق في شقه عمري؟ جوزي مش بلطجه وانت عارف كويس قوي. جوزي كان بيتفعلك انت ولزيك عشان ما يوسخش ايده بالكلام ده. نسيت ولا تحب افكرك؟ لا فاكر، واديك قلتيها بنفسك. هو فين يا شيمي؟ فين يا يوسف؟ انت بزعت ليه؟ المطعم قصاد البازار صح؟ مطعم اللي بتتكلم عنه مش عامل ولا حاجه. المطعم اللي انت ولعتلي فيه نازل ايدك دي، انت لازم تتكلم مع مين؟ احنا ناس شرف ومالناش في شغل العصبجيه وتليح الجيتب ده. يا يوسف، المشاكل اللي بينا تحل بطرق كتيره غير الطريقه دي، وهي اللي كنت عملتها مع سعيد. روح شوف مين اللي عملها معاك بدل ما تهجع على الناس وتهجع. ماشي، بس لو طلع ليك يد في الموضوع ده يبقى فتحت على نفسك باب جهنم، لاني ساعتها مش هرحمك. ياسين قال انك فتحت. الو، في يا ابن السعادي؟ انت بتقول ايه؟ مطعم مين اللي ولع؟ طب اقفل، انا جاي. في ايه يا ميمي؟ المطعم ولع يا سماح. ايه؟ يا نهار اسود ومنيل، ازاي مختفي من امبارح ما تقوليش؟ مش عارف، انا راحت عليه نومه ولا حاجه. عم انا اكلمه طول اليوم ما بيردش على الموبايل. مش عارف. ما سددناش في الميعاد يحجزوا على المحل. يعني هي جت على دي؟ ما اتطربقت فوق نفوخنا خلاص بجملت. يعني ايه بجملت؟ ده المحل ده بتاع سيكا. اكل ايه هو عشان يشرب عليه ميته؟ ويعني احنا كنا اكلنا ايه يعني يا ميمي عشان نشرب عليه ميه احنا كمان؟ ما كلنا في الهوا سوا. يا يوسف، ما قلت لك يا اخي حقنا هيرجع. الظاهر ان احنا مش مكتوب لنا نقب على وشها. يا ميمي، مفيش حاجه بتدوم على حالها، مش ده كلامك ولا ايه؟ ده كلامي. اه، بس بعد ما شفتها مفحمه لقيت انها صعبه. حتى لو سابنا في حالنا ريحه النار مش هتسيبنا. هتقوينا ما تخوفناش، هتفكرنا بكل بلاويه. وعلى فكره ده اخره، مش هيعرف يعمل معانا حاجه اكتر من كده. بكفاياك بقى يا عم دياب، بكفاياك. انت مش عارف انت بتخبط في مين ولا ايه؟ عمال يقول لك الموضوع صعب وانت تقول له ده اخره. لا يا صاحبي، ده مش اخره، ده اوله. يا يوسف، عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ ها؟ ساعة ما رجعت وانت حالك متشقلب ومش على بعضك وعامل لي فيها وطني، خدت الجدع ده في رجليك وخليته يقلب على الجنرال هو رخر. ولما جت تطربق طربقت على نفوخنا كلنا مش على نفوخك لوحدك. هي خربت خلاص.